اون تايم سبورتس منذ ايام كانت اعلنت مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه حصولها على بطوله او تصفيات او مباريات مصر في تصفيات كاس العالم، حاجه ما فيش بعد كده عظمه، ما فيش بعد كده روعه. وقلت لكم انه احنا كنا طول الوقت محتاجين حاجه زي كده، ان احنا ناخد الايفنتات الكبيره خاصه لما تبقى متعلقه مباريات لمنتخبنا او انديتنا المصريه. اون تايم سبورتس كمان بتجهز تغطيه خاصه لاذاعه سوبر اليد بين الاهلي والزمالك، المباراه اللي هتكون يوم 10 سبتمبر يوم الجمعه القادمه في القاهره، كاس السوبر الافريقي، حاجه ما فيش بعد كده روعه. هتحرك هتشوف على اون تايم سبورتس بطوله السوبر الافريقي لكره اليد بين الاهلي والزمالك، حاجه ما فيش روعه بعد كده. الزمالك بصفته بطل دوري ابطال افريقيا، والاهلي بصفته بطل كاس الكؤوس الافريقيه للمره الرابعه في تاريخه. تم اختيار الناديين بأن المباراة هتقام بدون جماهير، وهيكون كل نادي مقيد أو مقيد أسماء ورقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فرد في هذه المباراة. طيب بالمناسبة لا يكسب هذه المباراة هيلعب كاس العالم للأندية. كاس العالم للأندية المباراة أو البطولة هتقام في السعودية خلال فترة من 5 ل 9 أكتوبر. طيب مين اللي هيكسب، الاهلي او الزمالك؟ طيب اللي هيكسب اهلي او زمالك في السوبر الافريقي هيواجه مين في كاس العالم للانديه؟ هيواجه برشلونه، اقوى فرق اوروبا، اقوى فرق العالم، بطل اوروبا هيواجهه في كاس العالم للانديه في السعوديه في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله. اللي هيكسب السوبر الافريقي يوم 10 سبتمبر بين الاهلي والزمالك. عامه مش فارق معايا انا برشلونه ولا غير برشلونه، بطل اوروبا ولا اقوى فريق في العالم، عشان احنا اصلا لاعبتنا المصريين بقوا في نفس الكاتيجوري، نفس الليفل من المستوى بين لاعبي العالم. يعني انت لما برشلونه هتواجه اهلي او زمالك انت هتواجه خصم صعب وخصم تقيل، ده مش معناه يعني ان احنا داخلين مباراه سهله في النهايه. المهم مباراه الاهلي والزمالك في السوبر يوم 10 سبتمبر على اون تايم سبورتس تكون مباراه محترمه، مباراه كبيره، مباراه بين افضل لاعبين في العالم، لاعبي الاهلي والزمالك. شفنا كاس العالم لكره اليد، شفنا الاولمبيات، وشفنا قد ايه منتخبنا واحد من اهم المنتخبات واكبر المنتخبات في العالم. وبالتالي لاعبي الاهلي والزمالك هم افضل او من افضل لاعبي العالم. نشوف مباراه حلوه بقى على اون تايم سبورتس نستمتع بيها جميعا ان شاء الله.